على بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، وأفتحية لكم من هذا المنبر منبر القناة. التصوير عندنا بإقليم تازة أو بمدينة تازة، لكن أطوار القصة وقعت في أحد الجماعة، أحد الضواوير تابعة جماعة ولاد زباير متابعي قناة الشوف تي في تابعة لنفوذ ترابي الإقليم. يقول هذا الشاب اللي دوز عقوبة حبسية، لكن فاش خرج بغى انه يصوب بطاقه تعريف ديالو الوطنيه. يقول على لسان ديالو حرمو مقدم ديال الدوار من شهاده السكنه، كيقول له ما بقيتيش هنا، مع العلم ان الارض تابعه لباه الله يرحمه والدار تابعه لباه الله يرحمه، وهو وريث في الدار، يعني جاب شي سكن في ذاك الدويره، واذا به قال له مقدم انت ما ساكنش هنايا وحرمو. كيقول لك كنشوف البوليس كنهرب، كنشوف الجدرميه كنهرب، كنشوف السلطه كنهرب، كنخافوا يطلبوا لي لاكارت ناسيونال. اش واقع متابعي قناه الشوف تي في في هاد الدوار؟ نسمعوا القصه ديالو، وله حق، له البث المباشر ولكم حق اعطاء. تفضل يا اخي عاودنا القصه ديالك ومرحبا. دوزت واحد السجن عامين ديال الحبس، وني خرجت ساليت داك مده حبسيه، وني ساليتها خرجت عند المقدم قلت له عطيني شهاده السكنه باش ندير لاكارت ديالي، قال لي انت ما بقيت ساكن هنايا. نهايا داك وليت مشيت للدار ديالي، لقيتو ريب لي الدار ودالي السريجم ديالي وديال هو ريب لي الدار ديالي، ودالي هو ولاد عمو داو لي بيبان داو لي سراجم. ودابا يعني فين ما كيوقع لي شي مشكل كيقول لهم هو اللي كيدير لي هاد المشاكل هادي، هو كيضرب عليا. داك النهار مع شكون اللي ضرب عليه؟ قال لهم يا ودي هاد السيد هو اللي ضرب عليا بالحجر، هو اللي شعل العافيه في الغابه، والحمد لله الامن موجود وكل شيء موجود، وإلا كنت انايا نتعاقب على هاد الشيء. دابا هذا المقدم على ما كتقول على اللسان ديالك هو اللي حيد الشراجم ديال الدار، هو اللي حيد لي مشيتي باش تاخذ شهاده السكنه ما بغاش يعطيها لي. واه مشيت باش ناخذ شهاده السكنه وما بغاش يعطيها لي. علاش ما بغاش يعطيها لي؟ ما قال لي ما بقيتش كتسكن نتايا هنا، وعندي زيتون تما وعندي ارضي واخا قبل تحيه حفظك. قبل ما تدخل دوز العقوبه السجنيه كنتي في ذاك البلاصه؟ كنت في ذاك الدار هذيك. ومني خرجتي من العقوبه السجنيه مشيتي ديريكت للمنزل ديالك؟ مشيت ديريكت للمنزل ديالي، لقيته مريب. لقيتيه مريب؟ واه. شكون اللي ريبو؟ ريبو لي المقدم. هذا المقدم؟ هذا المقدم هذا. وعلاش ريبو؟ وما عرفتش علاش، واش باش ما نرجعش لا تمنستاقر وهو والعائله ديالو. عنده حق الترياب؟ ما عنده لا حق لا والو. فهمت؟ ما عندوش حق الترياب. رجال مقدم ريب لي الدار. رجال مقدم ريب لي الدار. كاينين شهود اللي شاهدين هذا الشيء؟ إلا بغى واحد الناس وكانوا كيخافوا من الله يقدروا يشهدوا. باش عرفتي انت المقدم؟ داك الناس اللي قالوا لي ريب، وني مشيت لقيت السراجم ديالي مركبين في السراجم ديالو، والبيبان ديالي مركبين مركبه من البيبان ديالو. السراجم ديال الدار الوالد ديال الوالد ديالي واه مركبه في الدار المقدم. الدار المقدم هما والسراجم. والسراجم مراكبين في الدار المقدم. في الدار ديال المقدم. انتم كتسمعوا متابعي قناه شوف تي في، واقولها غادي نتبعوا هذا الموضوع لحقاش هادشي اللي سمعناه صادم وصادم. يقول هذا المواطن المغربي او صرخه مواطن مغربي، انا مغربي احمل بطاقه تعريف وطنيه اللي كيخولها للدستور والقانون والمملكه المغربيه، وانا من ابناء هذا الشعب وهذا الوطن الحبيب، لكن تصدمت من لقيت مقدم ديال الدوار حيد لي الشراجم ديال الدار ودارهم في الدار ديالو، حيد لي الباب ديال الدار وداهم في الدار ديالو، والغاري في الامر طلبت منه شهاده السكنه حرمني منها، ودابا راني بلا لاكارت ناسيونال. غادي نسمعوا فين كيبات وغادي نشوفوا العشاء ديالو، واعدكم غادي نمشي عنده في الليل وتشوفوا هذا السيد في كيعيش. يقدر يكون المقدم كيسمعنا، قول ليه كي كدوز اليوم ديالك وفين كتنعس وشنو كتاكل، ولا حول ولا قوه الا بالله. عاود لي خويا عاود. انا كنعسي في واحد الكاف. كنهضر مع خوك عبد الله يا عاود لي هنا كنقدروا نعاودوا ان شاء الله. انا كنبعتي في واحد الكاف من 4 في شهر 10 في 2000 كيبات في كاف متبع قناه شوف تي في من 2012. رؤية ديال الزبل كنمشي كنلقى خدمه، يعني كنلقى خدمه ما كاينش اللي يخدمني بلا بطاقه الوطنيه، كل شيء كيطلب لي بطاقه الوطنيه، وكنبات غير في الكيفان وكذا. وفات الصيف مشيت الناس في واحد الجهه خاويه، تهجموا عليا واحد الكلاب دال الله كانوا غادي ياكلوني، ربي معايا وربي اللي حضاني منهم. بقيت قريبة شي 30 كلب. 30 واه في الجهه ديال جنان البردعي في تازه. فهمت؟ 30 كلب كانت غادي تاكلني تمايا، يا ربي يحفظني اللي يحفظني منهم. وانا كندعي الله ياخذ لي حقي في هذا المقدم
مخدم هو اللي حول لك حياتك، هو اللي حول لي حياتي للجحيم، وما نقدرش دابا ولو الناس تعاون معايا ودير لي شي دابا انت قلتي لي فاش كنا كندرت شو وليتي كتخاف تمشي للدوار، سمعت تهمك شفرتي شي جلابه ديال شي فقيه؟ لا جلابه ديال الفقيه، بانني قال لك انا شفرت جلابه ديال الفقيه وكنضرب بالحجر وبزاف ديال الاتهامات. اي حاجه ولو يلقاوي شي حاجه في الغابه ولا يلقاوها في شي دار في شي خربه يقولوا انا اللي جيت لها تما، واخا ياكل شي واحد شيطون يشرب شي عصير يدير شي مسائل تما يقولوا انا هو اللي درت هذا الشيء. وهذا الشيء وقع في جهه لحد ولاد زباير دوار حميم دين. دوار حميم دين؟ اه دوار حميم دين. دوار حميم دين يا اخي. واه مقدم هو سببك؟ هو سببي اللي ردني لهاد يعني ردني لهاد الجحيم وجرت لي حياتي وهاد العيشه ديالي ما تمنيتهاش لشي مسلم وما تمنيتهاش لاي واحد يعيش هاد العيشه ديالي. بنادم يخايل ويا ما تلب. علاش دوزتي الحبس يا اخي باش حتى المتتبع يعرف بان نوع العقوبه اللي دوزتيها؟ هاد الحبس اللي دوزتو انايا ما كانش عندي ما ناكل ووقفت في ازمه وكذا وهادي، وكنت كندخل للديور وكنسرق الخبز وعليها دوزت الحبس. هذا علاش انا دوزت الحبس، على السرق ديال الخبز كنت كناكلو. سرقتي غير الخبز؟ هي الخبز ودوزت عليها الحبس. بغيت نسولك فوقاش مشيتي عند المقدم وما عطاكش لا 12 ولا 2012 ولا مور؟ النهار خرجت 4 في شهر 10 في 2012 دوزت شي 3 ايام ومشيت عنده قال لي سير انت ما بقيتش هنايا كتكون عندي وما غاديش نعطيها لك. ومازال القايد هذا المقدم كاين؟ مازال هذا المقدم كاين. من 2012 دابا مازال كاين؟ مازال كاين واه. انت من 2012 انت كتسكن في الزنقه؟ من 2012 وانا كنسكن في ذاك الكاف، ما خليتش الكيفان اللي بات فيهم والخربات. بزاف هذه دابا قلت شي انتم تسمعوا اصدقاء القناه قصه صادمه مباشره من اقليم تازه. يقول هذا المواطن على اللسان ديالو ان المقدم حرمهم شهاده السكنه بعد ما دوز عقوبه سجنيه، خرج من الحبس وتاب لله وطلب الادماج. بعد ما طلب المقدم على شهاده السكنه باش تطلب لاكارت ناسيونال، المقدم قال لك جا القمح يدوز الشراجم والبيبان ديالها في الدار ديالو، والغريب في الامر انه حرمه من شهاده السكنه. حرموا من شهادة السكنة متابعي قناة شوف تي في، وقال ليه سير بحالاتك ما نعطيك شهادة السكنة. من 2012 وهذا السيد كيعيش في الزنقة، ظروف صعيبة وقاصحة وكيسكن في الكيفان. الليلة إن شاء الله غادي نمشي لهذا الكاف ونشوف الظروف ديالو المعيشية. أش كطلب يا أخي؟ شوف راك أمام مجموعة من المتتبعين، أش كطلب للرأي العام المغربي وخاطب أي جهة بغيتي يا أخي؟ مرحبا. أنا كنطلب هذا السيد هذا يعطيني يعني هي شهادة السكنة ديالي ويبعد عليا وخليني نعيش الاستقرار والامن. شنو هي يبعد عليك؟ شنو هي يبعد عليا؟ ما يبقاش يلصقني التهم وما يبقاش اي حاجه يلصقها لي. ويلا كنت انا داير شي حاجه الحمد لله القانون في البلاد ونتعاقب باش ما بغيت يعاقبني القانون، انا راضي بالقانون. دابا انت كتنعس غير في الكاف؟ اي في الكاف. فين كاين هذا الكاف؟ حدا الكاف ديالك؟ كاين. لا كاين هذا الكاف تحت باب الريح. تحت باب الريح؟ اوا ماشي هذا الكاف اللي هو لا منو ليه؟ ايوا حرك طلعه ديال ايوا وهاد الليله غتنعس تما. هاد الليله تما غادي وهي مطرو ديال الزبل ديال الزبل كنلقط من مطرو ديال الزبل كناكل. قلتي لي برزقك كنتي بالزيتون ديال ايوا كنت بزيتوني ورزقي وكسبتي وكانت عندك الدخل شي نملا قرصاتك فهمت؟ هي نملا نملا قرصاتك من الداخل هي نملا ها هي قرصاتك من لا ما بقاتش ما بقاتش ما بقاتش ما بقاتش واو واه فهمت؟ ما بقاتش نملا قرصاتك شي واحد شويه وغادي تولي مزيان. هذا شوف الدم لا ما كاينش الدم ما كاينش لا والو ما كاينش فهمتي؟ ايه حمراء فهمتي؟ ايه واه ايه انت بكره غادي نقطعوا هذا البث المباشر، نضطروا نقطعوا هذا البث المباشر. عضتنا مع شنو الحريق عندنا ولا